دكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، يعطيك العافية دكتور. يعني لو تصف لنا طبيعة الإصابات التي وصلت قبل قليل وكم هي الحصيلة حتى هذه اللحظة. بسم الله الرحمن الرحيم، ما وصلنا إلى مجمع الشفاء الطبي يدلل على أننا أمام حرب إبادة يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق العوائل الفلسطينية التي تم إمطار منازلها بكميات كبيرة من الصواريخ الموجهة، مما أدى إلى دمار هائل في تلك المنازل على رؤوس ساكنيها المبيتين والنائمين من الأطفال والنساء وكبار السن. وبالتالي حجم الإصابات التي وصل إلى مجمع الشفاء الطبي كبيرة جدا، حتى اللحظة سجلنا 2 من الشهداء وعشرات الجرحى. لازلنا نقول بأنه حتى هذه اللحظة لربما نعلن عن أي شهيد خلال اللحظات القادمة، لأن درجة الخطورة عالية في الإصابات التي وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي لسيما من الأطفال والنساء وغيرها. حتى اللحظة طواقم الدفاع المدني وكذلك الإسعاف والطوارئ لا زالت في تلك المنطقة تقوم بعملها في بحث مستمر تحت الأنقاض، خشية أن يكون هناك عدد كبير من الإصابات والشهداء لانتشالهم، ولربما يفجع العالم خلال الساعات القادمة لحجم الدمار وحجم المأساة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال الدقائق الماضية. الاحتلال الإسرائيلي يوغل الآن في استهداف المدنيين العزل، يقوم بضرب واستهداف المنازل على رؤوس ساكنيها دون إنذار ودون تحذير، إضافة إلى أنه يقوم باستهداف الشوارع المؤدية لمناطق الاستهداف حتى يمنع وصول الطواقم الأمنية والدفاع المدني من الوصول إلى تلك المنازل. وهذا ما يعني دفعنا إلى التساؤل، هل بالفعل استهداف هذه الطرق الرئيسية المؤدية إلى مجمع الشفاء الطبي سيؤثر على عملكم كطواقم طبية في عملية الإنقاذ؟ بالتأكيد هذا سيؤدي إلى وعورة الوصول إلى أماكن الاستهداف لإخلاء الإصابات والشهداء من تلك المنطقة والعودة بهم إلى مجمع الشفاء الطبي. الاحتلال الإسرائيلي الآن يقوم بجريمة مركبة ضد المدنيين العزل في قطاع غزة. شكرا جزيلا لك دكتور.